متابعي انفاسيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم مميز لان ضيفنا مميز. معنا اليوم الاستاذ محمد الشمسي. محمد الشمسي اليوم حضر معنا ماشي بصفته محامي في هيئه الدار البيضاء او لا صحفي، وانما بصفته كاتب واديب. اليوم غيعرفنا وغيقربنا من اخر اصداراته الادبيه، مولود الجديد اللي عنونه بصحراءنا يا الغاليه. هذا المولود الادبي اللي كيلامس وكيخاطب قلوب اي مغربي نظرا لاهميه القضيه اللي كيتناولها. فاهلا بك سيد محمد. اهلا وسهلا، مرحبا. سي محمد، كيف ما كنشوفوا اليوم غنضيئوا على الكتاب ديالك صحراءنا هي الغاليه. اول حاجه كثيرنا هو نبداو احنا من الاول في هذه الروايه، هذه اللي الغلاف ديالها اختاريتي فيه الوان يعني عندها واحد الدلاله ديال الصحراء، وفي نفس الوقت كنلاحظوا اول حاجه كثيرنا هي الملوك الثلاث. علاش اختصرتي على الملوك الثلاث بالضبط؟ اولا كنشكركم على الاستضافه والروايه ممتنه لكم. فيما يتعلق ب انك اثرتي انك تبداي بالغلاف، فالملوك الثلاث هما اكثر الملوك يعني بصمه في قضيه الصحراء المغربيه، دون ما ننسى ان كاين جوج ديال الملوك اخرين اللي هما مولاي الحسن الاول ومولاي عبد العزيز، هذو تاهما يذكروا التاريخ على انهم فعلا اهتموا بملف الصحراء في هذاك الوقت. ولكن هاد الملوك الثلاث، لا محمد الخامس ولا الحسن الثاني رحمهم الله ولا جلالة الملك محمد السادس الحالي، يعني كل واحد بصم واحد البصمة التاريخ يعني مسجلها في السجلات ديالو. ولعلى مستوى محمد الخامس في الخطاب ديال محمد الغزلان يعني اللي قالها بصوت وبصورة، وعلى مستوى الحسن الثاني في المسيرة الخضراء اللي كانت رائدة، وعلى مستوى يعني مقترح الحكم الذاتي الشجاع اللي طرحه محمد السادس. هذه كل اشياء كانت كتلزمني وكتفرض عليا على انني ما يمكنش نناقش مشكل ديال الصحراء دون يعني الاقرار والاعتراف بالدور الريادي لهذ الثلاث ملوك. فدوينا على الغلاف، دابا غنركزوا على العنوان. بالنسبه للعنوان صحراءنا يا الغاليه، واش بغيتي من خلاله انك تخلق واحد الحميميه مع القارئ، او لا انت عندك واحد المغزى من اختيارك لهذ كلمه الغاليه؟ انا كنت كنتمنى يبقى العنوان يطرح هذا السؤال، يبقى ديما سؤال، يبقى ديما عنوان مثير. ولكن ما دمتي طرحتي السؤال وخصني نجاوب، هو ان صحراءنا هي الغاليه. الغاليه هنا ماشي صفه، انما الغاليه هي بطله الروايه. والعنوان بهذا الصيغه هو وصيه من الجد مولاي السالم للحفيده ديالو الغاليه وهو على فراش الموت. وكانت هي ديما كتسولو على واحد السؤال كان كي يعني خفي عليها، لان هذه الواقعه ما بين الجد مولاي السالم والغاليه واقعه في مخيمات ديال تندوف. تما فين كاينه معرفه الحقيقه تودي الى الموت او الى القتل. فكان مولاي السالم على علم وعلى درايه بالحقيقه، واثر ان لا يبوح بها بالنسبه للغاليه الا وهو على فراش الموت، حتى ان الروايه يعني تصوره في واحد الحاله بدل انه رفع السبابه ديالو ويشهد الشهاده ديال الوفاه، فهو رفع السبابه ديالو واعترف لها وقال لها بالحقيقه، وقال لها صحراءنا يا الغاليه، صحراءنا اصيله ابي مغربيه اصيله ابي. هذه غير واحد موجز على العنوان، لان كثير اللي كيعتقد على ان الغاليه تعود كصفه على الصحراء. هي فعلا هي الصحراء غاليه، وغاليه في نفس كل مغربي. هذا طرف من بلادنا وهذا وطننا، احنا ما عندناش من غيره، هو ما عندوش من غيرنا، والدفاع عليه واجب. وكل واحد من الموقع ديالو، لا يكون اديب ولا جندي ولا طبيب ولا محامي، كل واحد ولا مواطن عادي ولا صحافي ولا باحث ولا اكاديمي، كل واحد مطالب على انه يدافع على بلاده. لان كيف كنشوفوا الدور ديال الاوطان، اللي عنده شي شك في الوطن يشوف الناس اللي ما عندهاش وطن كيف عايشه. فما يمكنش تحقق الكرامه وتعيش بكرامه دون وطن. فانت اختاريتي انك تعبر على الراي ديالك وانك تساهم في الدفاع على القضيه ديال الوحده الوطنيه بالقلم ديالك. هذا واجب، لان ما عنديش انا، ما بقيتش في سلاح اخر، ما بقيتش نليق كجندي، ربما تجاوزني الركب. ولكن انا بغيت نقدم للوطن كاديب الى صح هذا الوصف ليا في العمل ديالي الثالث. في العمل الاول الضاري حنوار الفول كانت مسائل اجتماعيه سياسيه اقتصاديه، انا بغيت ندير شي حاجه اللي هي وطنيه. واللي حمسني اكثر لهذا العمل هو انني ما لقيتش
وهذه هي المشكل اللي كان كيعرقني، ما لقيتش في المناهج التعليميه عند الاجيال ما لقيتش شي مقرر اللي داوي على القضيه ديال الصحه، حتى ان بعض يعني الاجيال كتخلط عليها ذكرى المسيره الخضراء مع عيد الاستقلال فعلا، فما كاينش. فلقيت من كاع المستويات الاعدادي، وانا تنافش قريت تنافش قريت، ما عمرنا حنا قالوا لينا الحقائق كامله للمشكل ديال الصحراء كيف وردتها انا في هذا المؤلف. حتى انني كتبت بالمناسبه وزاره الثقافه ووزاره التربيه والتعليم على انهم يعرضوا هذه الماده او هذه الروايه على مختصين ديالهم، ولا بان لهم انسوا فيها شي اضافه وشي قيمه مضافه للاجيال يبرمجوها تقرا في محل واحد مجموعه من الروايات كنحترمهم ولكن لا يقدمون شيئا، وغتكون عندها واحد يعني غتميز على باقي الطرق باش كيتم التناول ديال القضيه ديال الصحراء. لان القضيه ديال الصحراء دائما تعودنا اننا نشوفوها بواحد الطريقه فولكلورية، يعني فولكلورية، فملي غتناولها بواحد الطريقه اللي فيها واحد النوع من المتعه بطريقه الروايه بالكتابه الروائيه، فغادي تخلق واحد غتشد عندك الجمهور وغتخليه انه يقبل على القراءه ديالها. فبالعوده الى الشخصيات ديال الروايه، قلتي بان الشخصيات الغالية هي شخصية البطلة ديال الرواية، فواش اكتفيتي غير بهاد الشخصية النسائية في الرواية ديالك ولا كاينين شخصيات أساسية؟ هي جوج ديال الأبطال في الرواية، كاينة الغالية اللي غتنطلق من المخ، أنا مبغيتش نحرك الرواية ولكن نعطي غير صورة عامة، كاينة الغالية اللي غتنطلق من مخيمات تندوف باعتبارها، وهنا كنفتح واحد القوس وكنقول على أن هذا المشكل ديال الصحراء راه غادا تساهم فيه المرأة وراها مساهمة فيه من خلال الغالية. فالغالية هي واحد الشابة ذكية نجيبة فطنة عايشة في المخيمات ولكن مستافدة من واحد الوفد اللي كيزور دول أخرى، اللي مشات للجزائر العاصمة، مشات للتكنات العسكرية في الجزائر، مشات حتى لكوبا، فايت مشات لإيطاليا، وفي نهاية المطاف غتحصل على واحد منحة باش تقرا الصحافة في إسبانيا. دائما الصحافة حاضرة مع حاضرة، أنا الصحافة أو المحاماة يعني لبسوني، لانني هاد باش نعطيك هاد صحراؤنا الغالي، هذا عنوان صحفي فيه اثاره ديال الصحافه، الداخل ديالو والجوهر والشجاعه والرسوخ جاو من المحاماه، لان ما يمكنش لك تناول قضيه بحال هذه بحال الكره ديال الجمر الا ما كنتيش محامي، لان خصك تكون مليم بالقانون الدولي، مليم بالقرار ديال محكمه العدل الدوليه اللي تكون فاهمه شنو هي محكمه العدل، هادشي كلشي ما يمكن ان يديرو الا محامي. ملي كنقول المحامي ما كنقصدش به المهنه بالضبط، وانا كنقصد به الدفاع، لان احتاريت انا بيني وبينك شكون البطل اللي غادي ندير، فكنت غنحط صحفي استاذ جامعي باحث، لقيت ان هادو كلهم بيني وبينك ما بردوش لي القلب في قراءه القوانين، فالقانون ما يمكن يقراه الا محامي، وهذا المحامي اللي هو بطل انا ما سميتوش، سميته المحامي، وبقات القصه كلها سميتها المحامي. ما درش لي لم اجعل له من قبل سميه مصداقا لقوله تعالى. اذا هنا كيجي المحامي، اذا قلنا على ان الغاليه بطله من تندوف ومن المخيمات، والمحامي من الدار البيضاء. علاش؟ لان رمزت للدار البيضاء هي العمق ديال المغرب، وان الدفاع على قضيه الصحراء غادي يكون من وسط المغرب، ماشي بالضروره على اننا بغينا ندافع على الصحراء خصني نكون صحراوي، لا، الصحراء ملك الجميع المغاربه، في طنجة، في العيون، في وجدة، في جميع المغاربة معنيون. أنا اختاريت الدار البيضاء بحكم الانتماء، لأنني أنا انطلقت من الدار البيضاء من الوسط، غادي يمشي المحامي حتى للعيون، ومن العيون غيمشي للداخلة، وداك الشيء معبور في العدد لأنه غادي يمشي في الحافلة، فداك الشيء معبور بالمساحة بداك الشيء، وغادي يعرف واحد مجموعة من الحقائق من وسط الصحراء، ومن ثم غيتلاقى هو والغالية في إسبانيا، وتما فين غادي تدوز ما أسمى داك الشيء اللي سميته أنا بالمرافعة المقدسة. كيفاش المحامي غادي يفند دوك الاطروحه ديال الانفصاليين. الروايه ديالك الجديده تناولت بزاف المحطات اللي دازت في القضيه ديال الصحراء المغربيه، فهذا كيخلينا اننا يكون عندنا واحد التساؤل، واش هاد القصه هذه تبنات على احداث واقعيه حقيقيه والشخصيات حقيقيه، ولا هي غير من وحي المخيله ديالك؟ هو في العمل الروائي كتمش المحاكمة ديالو بصيغة شنو واقع، شنو اللي واقعي وشنو اللي ماشي واقع. أنا ملي كنت كنوجد لهاد العمل لقيت جوج الحوايج، لقيت الحقيقة وتساءلت شنو هي الحقيقة، ولقيت ما كاينش حاجة سميتها الحق. الحقيقة هي نقل واحد الحدث بصدق،
هذه الحقيقة، ولقيت الصدق، وممكن يكون الصدق يسمو على الحقيقة. فإذا كان الخيال صادق أنا ما كيبانش لي فرق بينه وبين الحقيقة. هاد الثنائية ما بين الحقيقة والصدق هي اللي غلفت، لذلك ماشي ضروري نميز لك أشنو اللي كان واقعي وأشنو اللي ما كانش واقعي. اللي أنا نأكد لك هو أن أنا حاضر في هذه الرواية كشخص، أنا كمحامي كتب علي على أنني نوب في جوجة الملفات المرتبطين بالقضية ديال الصحراء المغربية. نعطيك بإيجاز الملف الأول ديال واحد الولية سميتو سفيان، ساكن في النواحي ديال عين حرودة، مشى في واحد المخيم صيفي الوجدة. أثناء التواجد ديالو بالمخيم كيتفاجئ بواحد ثلاثة العناصر، وهنا سؤال مطروح منين جاو دوك العناصر، شحنوا الولية؟ قالوا لي بلادكم محتلة لواحد البلاد أخرى، بلادكم استعمارية ثم المروك. الوليد ما عارف حتى شي معلومة على الصحراء، أطروا عليه، رجع مكتئب غاضب مكفهر. النهار اللي عدم الامتحان في التكوين المهني، بدل أنه يجوب فجبد الألوان، رسم الصورة ديال كيان ديال بوليزاريو والصورة ديال المغرب والصورة ديال العلم ديال بوليزاريو، العلم ديال المغرب والعلم ديال الجزائر، وكتب واحد العبارة قدحية تحت من العلم المغربي. داك الأستاذ شاف داك الشيء، قال للمدير، المدير عيط على البوليس، جاو صوبوا ليه محضر، ضربوه في الابتدائية ديال المحمدية بسنة حبس، عام ديال الحبس. أنا غنوب عليه في الاستئناف، فملي غيجيو عندي والديه ويطرحوا لي هذه الفكرة وغادي نقرا المحضر، فكنمشي نشوف واحد الوليد كنلقى عنده 20 سنة، ملي جلس معاه هو كيبكي، ماشي كيبكي يتنخصص، ما عرفش راسو شنو دار، كيسحب هادشي واجي وقول. ملي سولته لقيت عنده صفر معلومة على الصحراء، ما عرفاش فين كاينه، يعني غير داك الشيء اللي كيتم كيروجوا ليه. شكون هما دوك الناس؟ هذه الاولى اثرتني، قلت كيفاش، وانا في المرافعه ديالي اللي باقي نعقل، واخا هادشي راه قديم شويه، قلت للهيئه بانني انا كمحامي رانا رجعت للمناهج التعليميه، لقيت هذا الوليد ما عطيناه والو باش نحاسبوه اليوم. ما قلناش ليه انت داك الدرس في التاريخ في السنه الفلانيه قريتيه وما درتيش به. حنا كلنا مجموعة من الحقائق على بلادنا ما عرفناها حتى يعني بمجهود شخصي ديالنا، حتى كاع في الكلية وقالوا لنا شذرات، حيت اصلا ما كانش مبرمج. فراودتني الفكرة على انني ندير مؤلف يحكي واقع ديال القضية. واش نديرو كبحث اكاديمي سبقوني منه الناس كثار، واش نديرو يعني في شكل أطروحة كاينين فرصه ايتي انك تخرجوا على شكل روايه. ثم الملف الثاني اللي ديال واحد المجموعه ديال الانفصاليين اللي كانوا جالسوا المخابرات الجزائريه وبلا حشمه بلا حياه نزلوا في المطار ديال محمد الخامس كنظن هذه في 2010، وتم الاعتقال ديالهم ورا المحاكمه ديالهم، دارت واحد الضجه ما بغيتش نسميهم ورا الروايه نسميهم، لدرجه هاد الناس هذو كنت كنوب انا على مجموعه من الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي تنصب الطرف المدني ضدهم. هذا هو موطئ التدخل ديالي انا كيفاش غادي نوب عليهم. فتما قرينا صورت المحضر، داك الشيء رهيب، كداك الشيء فيه مجموعه من الاباطيل والاكاذيب كان ضروري على انني نجاوب عليها في هذا الصحراء المغربي. ومني كندوي على الروايه ديالك، اي عمل ادبي فعنده واحد الرساله، شنو الرساله ديالك الاساسيه من ورائك؟ لان لاحظنا بان كاين بزاف ديال الرسائل اللي تمررتيها من خلال الكتاب ديالك. هو صحراء أونية الغالية الرسالة الوحيدة اللي كتشمل، وهو وجوب حب الوطن، ووجوب على أننا أن نعامل الوطن كما نعامل البيوت الداخلية ديالنا. ديما كنقولهاش من باب مع طمع في شي حاجة، هذا إحساسي أنا شخصي، واللي نسربه لأولادي واللي نتمنى أولادي يورثوه، وفين ما لقيت شي فرصة نقولها على أن حب الأوطان راه غتلقاي هنايا، رانا أصلت لي حتى من الجانب الديني. الله تعالى فاش بغى يخلق الانسان في الارض قال اني جاعل في الارض خليفه، كلمه الارض كنعتبرها هي الوطن، راه ما يمكنش تحقق خلافه الله في الارض بدون وطن وبدون حب هذاك الوطن. الرساله اللي بغيت نقول هي بسيطه جدا، على ان الوطن ديالنا هو كامل، ولو اننا كنا في واحد الوقت امبراطوريه، ولكن كنا في امبراطوريه في الزمن اللي كانوا فيه الامبراطوريات، وشوية تبدل الفكر العالمي ولات الإمبراطورية ينعت بالاستعمارية. دابا حاليا حنا على الحدود اللي عندنا حاليا، حتى واحد ما يتوشينا فيها. علاش حتى واحد ما يتوشينا فيها؟ لأن دوك الناس اللي باغيين يتوشيونا فيها الحجج ديالهم واهية، هذه بلادنا من طنجة للقويرة ديالنا، راه حنا عندنا واحد المساحة عند جيراننا، راه حنا مازال كنطالبوا بها.
هذه الرساله اللي بغيت نوصل بكل بساطه. ونتمنوا ان القراء كاملين يقبلوا على هاد الروايه هذه، وكاع الناس اللي كيشوفونا دابا يقبلوا عليها ويشوفوها ويلمسوا فيها هاد من خلالها هاد كاع هاد الرسائل اللي ضمنت هاد الروايه، ويعرفوا التاريخ ديال القضيه ديال الوطنيه ديالنا، ولكن بواحد الطريقه اللي جديده اللي هي من خلال الروايه. هي مزج التاريخ والادب. مزج التاريخ والادب هي محاوله لاستماله القارئ، باش نقولوا ليه ودي او باش نخليوه يقرا. ما يمكنش دير ليه بحث اكاديمي او بحث جامعي، البحوث الجامعيه الحمد لله كثيره وكثيره بزاف، باش تدخل هذه المساله ديال الادب في التاريخ والتاريخ في الادب. حاجه واحده اللي راعيت انا ان جميع الوقائع تاريخنا التاريخيه هنا حقيقيه، غير ما عطاتنيش نفسي على انني نبدا ندير في المراجع وهي روايه ونردها مراجع. جميع موثقه توثيق مخوده هذه عصاره ديال 14 شهر ديال الخدمه، بمعنى حطيت فيها كل ما املك من مهارات على مستوى الرساله على مستوى اللغه. انا بالنسبه لي الدور ديالي كمؤلف، انا الدور ديالي انتهى ملي وجدتها، كون ان توزع او تقرا وكيف يتفاعلوا في هذا خارج يعني خارج الاراده ديالي وما نقدرش عليه، لان هذا كيبغي مثلا غير نفتحوا القوس على مثلا في التوزيع ما نقدرش نغطي التوزيع، زائد ان نسبه المقروئيه قليله ان لم نقل ضعيفه او لا تكاد تكون منعدمه. ثم ان الا كنت جيت انا نحسب مثلا واش غتقرا ولا ما غتقراش ما غندير والو، انا الدور ديالي اؤلف، خاصه على التمويل ديال الروايه كيف ما كنعرفوا تمويل ذاتي. بالمناسبه عرفتي شحال زاد لنا تحشم دابا الدو على ارتفاع الاسعار على الكتوبه، والناس عندهم مشكل مع الدقيق والزيت، تزادت 200% في الثمن باش كانت تطبع النسختين الاولى فاش طبعت الضريح ونوار الفول، مقارنه معهم 200% الثمن تضرب في جوج باش طبعت هذه من مالي الخاص وعلى نفقاتي وفخور به، وماشي الاسلوب ديال التباكي وداكشي اللي بغى يتباكى بلا ما يدخل لهذا الميدان. دخلت ليه قاد به الارزاق ديال الله تعالى. الاساسي هو انني الا انتقلت الى عفو الله في يوم من الايام، وهذا اكيد نخلي ورايا واحد الحاجه هذه كنهديها انا لكل مغربي يحب الوطن ديالو ويقراها، ما فيهاش المحاباه، ما فيهاش اسلوب ديال التطبيل، ما فيهاش اسلوب الفولكلوري، فيها ما هو موضوعي وما هو علمي ومبني على اسس. وانا راعيت على انني انا واحد نهار يقراها ولدي اللي هو اعز ما كنملك ونقراها انا، وانا راضي عليها وعندي اليقين على ان كل واحد قراها. في المقدمه كتبت على ان القراءه ديالها ليس لها ما قبلها ولا ما بعدها، يعني اللي غادي يقراها غادي يخرج بخلاصه اخرى مخالفه بالمره على ما يروج. الا كان شي مشكيك مثلا هذه ترفع الشك، وهذه زعما يعني واحد المرافعه مقدسه. كنشكر عليها ذاك المحامي اللي هو البطل، كنعاود نشكره بزاف لانه ابدع فيها. صح انه شخصيه من الصنع ديالي، ولكن هو يتجاوزني لانه وقف ويجيد اللغه الاسبانيه انا ما كنعرفهاش، وقف في المسرح الملكي ديال في مدريد في قاعة العروض الكبيرة وأفحم يعني كاع المتدخلين، وتحدث على تاريخ الصحراء من 1884. خصنا نعرفوا بأن إسبانيا شدت الصحراء 92 سنة، وأفحمهم كلهم وكل واحد عطى شي جواب. وكانوا الناس ذاك القرار ديال 1514 فرحانين به، كيقولوا تقرير المصير. هذاك القرار جاء في 1960، في 1960 كانت الصحراء لا تزال محتله من طرف اسبانيا. القرار لا يعني المغرب بالمطلق، ناقشنا هذا الشيء كامل، ناقشنا القرار ديال محكمه العدل الدوليه على انها هي اعترفت بمغربيه الصحراء. نعطيك واحد الاضافه، المغرب قدم واحد مجموعه من الوثائق للامم المتحده وقال لها يا الامم المتحده حيلي هذه الوثائق ديولي على محكمه العدل الدوليه وتقول لك واش الصحراء ديالي ولا ماشي. يكفي ان الامم المتحده قبلت الدوسي من المغرب وبغات تسلمو، هذا اعتراف لان ما يمكنش الامم المتحده يبقاو يشد الدول اللي كتحتل شي دوله وتقول لها شوف واش ديالهم. هذا اول بادره تؤكد على ان الامم المتحده من قرارات نفسها كانت تسلم. ثم ملي الحسن الثاني دار المسير قدره واسترجع، ما كانش شي واحد نداد ولا شي واحد طالب بالانسحاب، كانت امور عاديه. الاخوه الجزائريه الله يهديهم ف
في الزمن ديال فرحات عباس في 1961 او 62 جاء هذاك الرجل كان رئيس حكومه وجا المغرب وما جبدش موضوع ديال الصحراء، جبد الحدود ما بين المغرب والجزائر وقال صبروا علينا يخرج المحتل الفرنسي ونعودوا نعطيكم حقكم. والحديث معك شيق صراحه، وصراحه عرفنا مجموعه من الامور اللي غتشوق، وانا اكيد انا غتشوق قاري انه يقبل ويقرا الروايه. فمشاهدينا وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلقاكم في لقاء جديد ومع ضيف جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.